السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. 5 4 3 2 1 أهلا وسهلا فيكم في حملة إطلاق البلابل في الأحساء من أجل عدم انقراض، هل بنقول الحساوي مهدد بالانقراض؟ فهذه الحملة توعوية لعدم إن شاء الله أنها ما تنقرض البلابل. سوف يتم إطلاق أكثر من 200 بلبل أحسائي، سوف يرجع إلى الطبيعة إن شاء الله، وهذه فعالية خيرية 100%. حياكم الله. شوف الآن فعالية في بدايتها. الحين هذه كلها انتاج محليات، هذا الشيخ مربين البلابل سبع الفهيد، هذا من المدينه، هذا من طيور المدينه، هم وفرناهم ورحنا طبعا. ايوه يا سلام، جامعين على اساس نرد للطبيعه. يا سلام، كلام جميل. وفي بلابل بعد حق المدينه السوري، يعني ما في انتاج محلي للمحميات هنا صح؟ لا احنا جامعين غير اول، اول صج الاسواق اللي يسدون الطحنه، الان ما ينفع ذا، في بعد حق لا ما ينفع، وخصوصا هالوقت المصورين موثقين هذه الحمله. كلمه استاذي هذه المناسبه. بالعكس، هذه المبادره طبعا جميله جدا، وتعكس على طبعا انطباع الحسا بما ان هذا البلبل الحساوي، فالمبادره جدا جميله منكم وموفقين ان شاء الله. الف شكر لك حبيبي. طبعا في مشاركات معانا لمحل حول الفرات ومحل عالم مفتوح حق ابو ماجد العبادي، فجزاهم الله خير موفرين في الحاجه. طبعا في توزيع هدايا هنا مكتبيات حق ابو ماجد العبادي او حق داخل حدائق البيوت، راح تتم توزيعها ان شاء الله. كلنا نأيد الفكره، وفي مشاركين من البحرين ومن مكة، وحطينا أسماءهم في عند بعض الشباب من مكة ومن البحرين ومن جدة ومن داخل السعودية من كذا منطقة. الله يجزيك الخير. اللي أبو حسين لو تبين للناس القضية، الفرق بين اللي هو التربية والبلبل الصيد، عرف كيف؟ الصيد احنا بينا، الصيد مجرد ما تمسك الطير وتحطه بقفص راح يموت نفسه، يعني هو طير طبيعه، مجرد ما تصيده تحطه بقفص بيقعد يضرب في نفسه. الحين دخل يدك يم هذيل، شوف مجرد ما احط يدي، وهذا تربيه مجرد ما احط يدي يجي يطب على يدي. هذا الفرق، هذا الفرق، يعني هذا اللي نطيره وهذا اللي نربي، هذا نطيره وهو فرخ. اللي يحب البلابيل ويعشق بلابيل يخلي الكبار ينتجون في السنه، ينتج اربع طبات، اربع بطون ينتج، لكن اذا صدناهم ما في انتاج، وكل بطن ينتج ثلاثة، وفي اثنين في ثلاثة، وهذا إذا شلنا فروخهم بدال الأربعة بطون ينتج سبعة، ففي اللي هو الفروخ الصغار، الفروخ الصغار سوق في طيور جاهزة، في ناس تتعب يعني مثل وتربي نفس العمر، هذا ما يتعب، العمر هذا ما يتعب، اللي يتعب هذا بهالعمر هذا يتعب المربي، خصوصا إذا صار مبتدي. اما اذا مربي متمرس لو تجيب له عمر يوم يقدر يربي. يعني المفروض في اليوم كم مره اغرى؟ هذا كل ساعه تغره، ما عدا اذا جيت بتنام او جيت بتطلع او مثلا بتروح دوام، في طريقه حق كل المربي، ما حد يقدر يشكو او يقول ان الطير مات عندي، انا على طريقه لو 12 ساعه جميل الطير يصير صاحي، ياخذ الطير يشبع اول ما يجلس اكسجين،
فيخلي الطير في قرفة بدون تكييف وبدون مروحة وفي ظلام لو 12 ساعة أنا مسؤول عنه، يجي الطير صاحي مثل ما كان طير الطيور في المزارع. لكن الحمد لله طرحنا الفكرة وجزاهم الله خير، فكل الشكر لدروازة النخيل يا شباب، الله يعطيهم ألف ألف عافية. العدد فوق المئتين والدعم كله بفضل الله، ثم أعضاء جروب أبو حسين للبلابل ودروازة النخيل لولا الله، ثم هالبادرة الجميلة من الأعضاء ومن الدروازة ما تمت هذه الحملة. يعطيك العافية. والفاضل بعد سفير أبو سفير واحة الأحساء، الله يسلمك، الله يعطيك العافية. خلاص بسكم سد بلبي. الله يعطيك العافيه جد والله العظيم، الله يعطيك العافيه حبيبي، ومبادره جدا جميله منك حبيب قلبي والله. ومخرج ايش رايك في الفيلم اللي شفته يا جماعه؟ اكيد شفته والله، الفيلم شفته يعني على قدنا ترى. طبعا الفكره جدا جميله، الفكره توعويه هو الاساس. الفكره احسان، الفكره جدا جميله. وتكفون لا تصيدون، وتكفون لا تصيدون، خلاص تصيدون يا الله. يعطيك العافيه. موظف في أمانة الأحساء. يعطيك العافية أبو حسين. الله يعافيك، الله يسلمك. أول شيء شكرا لك على مبادرة. والله أنت اللي تشكر على هذه المبادرة. وفريقك ما شاء الله، جروب البلابل في أي بي أو جروب أبو حسين. جروب أبو حسين للبلابل. الله يعطيك العافية. حقيقة مبادرة لأول مرة أسمع فيها. الله يعطيك العافية. وبدأت حقيقة بالفعل يعني قول ومعنى أن هذه المبادرات هي اللي يجب أن تنفذ ويجب أن تدعم وتتبنى الجهات الحكومية المعنية مثل هذه المبادرات. يجب أن تكون الأشخاص جناح مساعد للجهات الحكومية. صح. وهذا اللي يجب نتأمل إن شاء الله بإذن الله أن نسمع بشرى منك أن أحد الجهات الحكومية تبنت هذه المبادرة، ومن ناحية الصيد الجائر، من ناحية وضع الشبوك، من ناحية بيعها في الأسواق والغير متربية طبعاً. صحيح، اللي هو بلابل الصيد. هذا ما نقصده، البلابل المصيودة عشوائياً. فبإذن الله تبشرنا قريباً أن أحد الجهات الحكومية. دروازة النخيل لا للصيد. جزاك الله الخير ابو حسين، الله يسلمك، في ميزان حسناتك ان شاء الله. ما شاء الله يروحون. تكفون لا تصيدون، تكفون لا تصيدون. العيال قل اللي قلت في الفيلم، اللي قلت في الفيلم راح لأهلي. والهدف تكاثرها حتى بالحسا، الطيور ترى تتماكس، ما قصر، يركب سوري على حساوي ويطلع الناتج ميكس سوري حساوي. جميل. لأول مرة في واحة الأحساء. ونقول كلنا تكفون لا تصيدوني. بسم الله ما شاء الله. يلا يلا بسم الله. هذا بلابية سورية يا شباب. هذه المشربيات توزيع هدايا من أجل البلابل والطيور، إنها تشوف لها ماء في الحدائق في البيوت، فهذه موزعة مجانا من أجل البيئة والطيور والبلابل. هملايا هو كمل، هملايا فايتر، هذه أنواع الطيور، أنواع البلابل. الحمد لله ذكرت هملايا طبعا، كشمير العربي الفارخ الصغير ب50 ريال. بما ان تسويها ميكس تحط اللي هو مثلا كشميري بعربي، الفرق ب 400 500 ريال. هملايا على كشميري ب1500 ب1800. فكل هذه تشتغل على التطوير. فالان البلبول الحساوي صار ما له قيمه، والناس تصيده وقامت تصدره للخارج. ترى طيورنا قامت تطلع برا يا شباب، خافوا عليها. البلابيل الآن يجي شخص يشتري مجموعة ويطلعها برا،
فالحسه راح تنقرض من البلابيل. احنا ما يخاف علينا ترى، لان احنا ننتج داخل البيت. الخوف على الاجيال الجايه ما راح تشوف البلبل الحساوي. الخوف على الاجيال الجايه ما راح تشوف البلبل الحساوي. اتمنى انه ما حد يصيد بلابل خصوصا موسم الثلج. هذا الهدف من الحمله، عدم صيد البلابل. تكفون لا تصيد حتى وتموت الفروخ. وقل لهم بعد انه يصير وحش عندك ما تستفيد ما يستفيد من البلبل الصيد، يستفيد من الصيد ما يستفيد. لازم يصير تربيه يجي على يدك، الصيد ما يجي على يدك ما تستفيد من فلازم تصير بلابيل تربيه، يعني يخلف فرخ وربع ياخذ فرخ ويربي على يده. نبي بس يحطون حاضر على الصيد بس، ما نبي شيء ثاني. غرامه يعني ها؟ لي غرامه ولجنه تفتيشيه في الاسواق والمحلات. ما موجودين في الاسواق والمحلات، اي واحد يصيد بلابين يطلقون سراحه ويعطونه غرامه. حسين حبيبي شكرا للمبادره الحلوه الجميله، ويعطيك الف الف عافيه. كلمه بهالمناسبه والله نتمنى ان يحطون حظر للصيد خصوصا هذا الوقت، وقت انتاج وتكاثرهم، فيحطون حمله تفتيشيه في الاسواق قرامه ويطيرون الطيور، وما راح احد يصيد بعدها. وهذا مجهود يشكرون عليه امانه الاحساء، وزاره الزراعه وحمايه البيئه. نتمنى رسالتنا توصل، وناشد سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده محمد بن سلمان، انهم يخاطبون ويوجهون بعدم صيد هذه البلابل. هذه رمز الحسة ورمز الوطن، هذه طيور تراث اجدادنا ومزارعنا معروفه. فاتمنى رسالتي توصل بعدم صيد هذه الطيور خصوصا وقت التكاثر. الف شكر لك. تسلم الله يا ابو سفير، ويعطيك الصحه والعافيه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.